الحمد لله كمستشار بالدعوه ديال السيده الرئيسه في الدوره الاخيره ديال المجلس الجماعي في اطار تحقيق المناعه الجماعيه وفي اطار تلبيه النداء الحكومي، تنتمنى من جميع الاخوان المستشارين سواء في المقاطعات او في المجلس الجماعي ان يلبيوا هذه الخطوه ونكونوا حنايا قدوه لساكنه مدينه مراكش باش نحققوا واحد نوصلوا للمبتغى ديال سيدنا ان شاء الله، خصوصا ان المغرب عرف واحد الانفراج سياحي والتنقل اللي اصبح بدون قيود، فبالتالي من الضروري او من اللازم على جميع المواطنين انهم يكملوا التلقيح ديال الجرعه الثالثه فحتى نحقق المبتغى ان شاء الله ونكونوا في المستوى ديال المواطن المغربي الصالح. وكاين الاستقبال وكاين الناس تبارك الله اللي تلقاونا بواحد طريقة زوينه، ومقارنه على التلقيح اللي كنا نضربه في الاول كان شحال الاكتظاظ وكان واحد الحاله زعما يرد عليها، لان تتشد تتعطي تشد النمره تتقعد تقريبا واحد 4 سوايع ولا 5 سوايع انت مشوجر باش تضرب ديك النفتاحه لا في الاولى ولا في الثانيه. ودروك الحمد لله في اطار الجهود المبذوله من اجل تسريع الحمله الوطنيه للتلقيح ضد الكوفيد 19، وهذه الحملة نظمت بتنسيق مع المندوبية الصحة مشكورة التي زعما أعانتنا كثيرا في التنظيم، حملة موجهة للموظفات وموظفين المجلس الجماعي وكذلك مستشارات ومستشارين المجلس الجماعي، أملا منا أنه الجميع ينخرط في هذه الحملة وهذه البادرة الحسنة، وكنتمناو يعني ليس فقط الموظفين بل أيضا مواطنين مدينة مراكش ينخرطوا بكثافة في هذه الحملة، خصوصا الجرعة الثالثة التي تعرف تراجعا كبيرا في المغرب على حسب إحصائيات وزارة الصحة. في الانخراط الدائم في الحملة الوطنية ضد وباء كوفيد تتنظم المجلس الجماعي بشراكه مع مندوبيه وزاره الصحه بمراكش هذه الحمله الوطنيه للجرعه الثالثه اللي انخرطوا فيها عدد من المستشارين وعدد من المنتخبين وقلنا عدد ديال الموظفين، واللي كان اقبال اليوم كان الافتتاح ديالها كان اقبال كبير، ومن هنا تنشكروا جميع المتدخلين وجميع الناس اللي ساهموا في هذه الحمله الوطنيه باش يمكننا نساهموا كنا باش نحدو من هذا الوباء، وبالشعار ديال نحمي راسي نحمي بلادي، وشكرا.